طيب في مثال يديني المثال مرسوم، قال لي المثال ده اذا كان العلاقه بين الشده للاشعه والطول الموجي بهذا الشكل اهو، هذه العلاقه اللي احنا عارفينها، اداني هنا لامدا زيرو وهنا اداني لامدا 1 اهو وهنا لامدا 2 تمام. فقال لي اذا كان لامدا زيرو مديني رقمها 31 انجستروم ولامدا 2 اداني 2 انجستروم، المطلوب واحد اكبر فرق جهد متولد في انبوبه اشعه اكس اللي هي انبوبه كولينج، نمره 2 فرق الطاقه بين المستويين اللي انتج لامدا 2 تمام. هنا بقى انا عارف لامدا ده هو زيرو، ده طيف مستمر ودي اصغر طول موجي، اقصر طول موجي للطيف المستمر تمام زي الفل، ومديني لامدا زيرو اللي هو هنا، يبقى الطالب عرف ان الرقم ده هو لامدا زيرو اقصر طول موجي لو الالكترون فقد كل طاقته، وهذا الطول الموجي يقابل اعلى جهد للمصعد. ايوه طب احنا بقى هنجيب، هو عاوز اكبر فرق جهد تمام بين الانود والكاثود تمام اللي انتج هذا الطول الموجي، يبقى ده قانون بتاع الطيف المستمر المستمر، نقول له اي في بيساوي اداني لامدا تمام اتش نيو سي على مين؟ تمام. على لامدا زيرو دي تمام. ايه هو المطلوب؟ المطلوب فرق الجهد، اي شحنه الالكترون عندي، اتش ثابت بلانك ومدهوني في المعطيات، سي 3 في 10 اس 8 سرعه ضوء، لامدا زيرو اعطاها لي، يبقى اللي ناقص هنا مين؟ فرق الجهد، فرق الجهد. نعوض هنجيب فرق الجهد مباشر تمام، ويطلع بالفولت هنا هيطلع بالفولت. لازم بالفولت تمام. وطبعا هيكون فرق جهد كبير. المطلوب الثاني عاوز لامدا 2 ايه فرق، عايز فرق الطاقه بين المستويين، بين المستويين اللي انتجوا دي تمام، يبقى ده طيف ايه؟ مميز. مميز المميز تمام. القانون بتاعه ان دلتا اي أيوة. فرق الطاقه اللي هو عاوزها بيساوي اتش سي على لامدا، سي على لامدا، لامدا 2 بقى هنا اتش عندي سي عندي لامدا 2 عندي، جبت مين؟ فرق الطاقة وهو المطلوب بالجول، بالجول لو طلبوا بالالكترون فولت، يبقى انا في الحالة دي هنعوض نقسم على شحنة الالكترون بالظبط كده كده بالنسبة لمسائل أشعة اكس.